السلام الله عليكم، نحييكم تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن سنلتقي معكم في وحد المباشر من أجل يعني توضيح الواضحات وتسفيح التسفيحات باش نكونوا بكل وضوح. ما تجيش تقول لي هضر بشي لارغو اخر، ما كاين غير لارغو اللي تفهموه تجاوز عيشوره. المشاكل اللي تخص زياده في الاجور الهم لك حال الى اخره، فهاد الشيء اللي جالسين تدرسوا فيه من قرارات ومن يعني مراسيم تطبيقيه ما عندها حتى شي علاقه بهذيك الهم الكحل، عندها شي مشاكل اخرى. المراسيم اللي باقا كما قلنا ونؤكدها ونوضحها هي خاصه فقط بتنظيم احداث عياده تنظيم المراكز التكوين الثلاث دي معروفة، مراكز جهوية لمهن التربية والتكوين، مراكز تكوين، مركز تكوين المفتشين، ومركز التخطيط والتوجيه، وقرارات إلى الهم الكحل ديالاش ديال الأغلبية مرتبطة بالترسيم بتنظيم مباريات إلى آخره. إذا الهم الكحل اللي تتسناو ديال التعويضات الزيادات، الهم الكحل اللي كان دار في 10 26 دجنبر، هذاك ننتظروا من بعد. المسائل كاينه في الماليه، وزاره التربيه الوطنيه ما عندها حتى شي، ما عندها حتى شي دخل في هذاك الشيء. الان شات الهم الكحل ما هو مادي مالي يصرف يعني يصرف من الخزينة العامة، ثم خاصك تمثيل السيودي، ثم من المراقب المالي تغيز ديك الساعة اللي حلم بأنك راه تشد شي نمي. دان باقي امتحان الكفاءة المهنية كما قلنا، خاص واحد الترخيص استثنائي من رئيس الحكومة باش يدار، لأن أصبح ملغي ولا في خبر كان وماشي بعيد لا بغاو يديروا يعني الاعتماد ترخيات يعني الاعتماد صيغه واحده للترقي يقدروا يديروها، كاينش اللي يمنعهم. وبالنسبه لبعض الملفات زنزانه العاشره ضحايا النظامين المزقلفين ولا غير المزقلفين الى اخره، الهم الكحل كمل عام كحو ورقدو لدى شده واللي على عين فيه. اما اللوائح اللي تخص الضحايا ديال الهم الكحل فراه ماشي غتجي وغادي تفهم تجاوز عيشوره. الان كل شيء غبر، كاين اللي مشى دابا تاني يدوز المسائل ديالو للسطياف ديالو ديال هاد رمضان، الزوايا وما جاورهما تيجمعو تاني، لكن شي ما يتجمع في شي قرينة حمراء الفطرات والهم الكحل مثل نعرفوها كل شي تيغيب. تنقول لكم تنسيقيات الو ابي تحت الشجرة، الوحيدين اللي متفرغين 5 سنوات في قاعدين في 5 سنوات يوميا وبدون انقطاع وبدون وتوقف هو العبد الضعيف، وما تقدرش يدير شي كنيمه يديرها ويبات في باب العتبه ولا المهيره اجري عليه ما تخليش اصفيح اي برق عنده في الخيمه، لان في الوقت اللي احنا من تخلصوا تنادوا الكريديات ديال هذا الشيء ديال اللي تنديروه يوميا، واحدين اخرين تيتماتعوا لهم في المالديف في اخر المطار تيجي تولو تيقول لك اش كاين اش كاين، يعلم الله اش كاين.
لأن هذه القناة احنا قناة من أجل التوعية، من أجل التبيان، من أجل الفضح، من أجل الكشف، ومن أجل إيصال مظلوميتنا إلى من يهمهم الأمر، وهذا هو الأهم عندي. أما احنا راه تنخسروا الزبابل ديال الفلوس، يلا تناخذوا 30 درهم في السيمانة، كون جينا نعولوا على هاد الادسنس ولا الهم لك حل، اكون راه ما درنا حتى الشنامي. ولكن عندنا قضيه وغادين معها وحده وحده خلال هاد العشيه ان شاء الله، ماشي بعيد نفرقعوا لكم الرمانه ديال الهم لك حل، سواء الزنزانه العاشره سواء ضحايا النظامين. ما بقى حتى الشنامي، يدرسوا القرارات واللي يتجمعوا النقابات مع الوزاره، ولا تجمع مع الهم لك حل، ولا تجمع مع من بغات، دارس قرارات دارس مراسيم فهذيك المسائل ما عارفينش اش كاين، لا تهمكم لا من قريب ولا من بعيد، امور منتهيه المذكرات جاهزه وما كاين اعفس وزيد عفس. واش العدس تيتملس دور 120